السلام عليكم. كان عندي سابقا إصابة حشري واستخدمت مبيدات الحقل الأخضر اللي هي الهالك، والحمد لله حاليا قدرنا نقضي ونسيطر على إصابة العناكب والحشري. الآن المنتوج يعني حلو ونظيف، خالي من الإصابة. حشري ماكو، عناكب ماكو، وأنطى لون يعني عناكب ماكو بالهرش، يعني النبات نظيف. النبات نظيف إيه. نعم أستاذ، استخدامه كان 100%. تمام، نسبة الاستخدام رشيته واحدة. رشيته واحدة، أي واحدة. نعم، كانت اكو اصابه عندك عناكبيه وحشريه. حشري. تمام. رايك انت كفلاح واستخدمت مبيدات كينج كوينسل من شركه الحقل الاخضر، رايك بالمبيد وكجوده المبيد؟ والله مبيدات يعني حسب قناعتي مبيدات رصينه، يعني من يعني اشتغلت انا، كان عندي سابقا اصابه. انا كفلاح كان عندي اصابه قبل، من كافعت هذا المبيد إصابة توقفت، ماكو هسه عندي يعني مبيد جودة عالية. اي مبيد جودة عالية. نعم، والحمد لله. انت استخدمت مبيدات قبل من غير شركات؟ نعم، ومبيدات هاي الشركة استخدمنا، اكو فرق. راح تستمر باستخدام هاي؟ نعم. المبيد نعم. واحنا طبعا هسه من نروح المكتب الزراعي نعتمد على هاي العلامة كينج كوينسل. كينج كوينسل. نعم تمام. عنا نحن نشكرك ونشكر تعاونك ويانا، وان شاء الله احنا حاضرين لأي مبيد تحتاجه، سواء كانت إصابة فطرية أو حشرية أو أسمدة، احنا حاضرين. شركة الحقل الأخضر يعني مبيد هالك من شركة الحقل الأخضر، الشركة المنتجة كينج كوينسل، متابعة مهندس حميد.